أنا لفيت كل مناطق الضفة الغربية وأنا في مكاني في غزة. أنا صاحبة مشروع متجر عمق المحتضن من برنامج ستارت كارت التابع لحاضنة يوكاسل التكنولوجية في الكلية الجامعية. هذا المشروع طبعاً عبارة عن ألبومات ديجيتال اللي هي بناخد إحنا صور الإلكترونية وإحنا بنعمل المجلة من الصفر، يعني إحنا بنعيد تشكيل الألبومات بصورة عصرية وتكون بصورة خاصة وجذابة في نفس الوقت. أنا سجلت بفورم على طريق الإنترنت عن طريق صفحة الحاضنة والتحقت بمشروع ستارت كارد، تعديت المقابلة الأولى والثانية. بعد هيك أخذنا إحنا التدريبات في فترة ما قبل الاحتضان، كانت هاي العبارة عن تدريبات كيف ندير المشروع، كيفية تسعير المنتجات، كيفية التسويق وكيفية تصوير المنتجات بشكل أفضل بحيث إنها تصل للزبائن كما ترى على أرض الواقع. مرحلة ما قبل الاحتضان كنا بدينا نجهز الكشوفات المالية والإيش إحنا محتاجين من المشروع يوفر لنا إياه. نزلنا على السوق وشوفنا هل الأدوات متوفرة أو في كافة المشاريع وفي مشروعي خاصة. الحاضنة كانت جدا متعاونة في هذا الموضوع، وكانت الطريق عن طريق شحن الآلة من الضفة الغربية. مشروع عمق كان شيء قبل ستارت وأصبح شيء ثاني بعد تدريبات ستارت. في 2020 أنا الحمد لله بفضل ربنا إنه طلعت الشغل على الضفة الغربية وتمحور لعدة مناطق اللي هي الخليل، القدس، وأراضي 48 وجنين. هذه المناطق بتورد لبقية الضفة الغربية. آلية الشغل في الضفة الغربية هي عبارة عن شغل إلكتروني عبر قنوات التواصل الاجتماعي، بيبعثوا لي الصور بشكل إلكتروني، وبعد ما يبعثوا لي الصور أنا ببدأ أصمم فيهم وأعمل اللازم عليهم بحيث إنه ينتج ألبومات أو صور على الخشب. بعد هيك بيتم التغليف بطريقة معينة وتضمن إنه في أمان في خصوصية للألبومات. بعد هيك بيتم الشحن عن طريق شركة مراكش. مستقبلاً متجر عمق حيكون له فرعين، هي شمال قطاع غزة وفي الوسطى إن شاء الله. متجر عمق أيضاً يطمح إلى الوصول إلى السوق الإقليمي في الضفة الغربية لعدة مناطق، خصوصاً في منطقة التحضير الحالية المجهزة في منطقة الخليل في دورة.